يوم سعيد، اليوم الوطني للمهاجر، وهي بادرة طيبة لثلاث جمعيات لها بعد وطني. جمعية حياة مغربية الموجودة في هولندا، وهي من الجمعيات الرائدة على مستوى المملكة المغربية، وجمعية الأندلس الأعمال الاجتماعية بالقنيطرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الحضور الكريم. السلام عليكم، كنرحب بكم جميعا خارج الوطن داخل الوطن، وخصوصا بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر. أنا بالنسبة لي حدا من المغاربة ما عندناش غير يوم واحد ديال المهاجر، راه عندنا كل أيام. ما في المقامل دي عمل دي عقل ودي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. مرحبا بكم في داركم وفي بلادكم. عبد القادر أزاقال، رئيس لجمعية الأندلس الأعمال الاجتماعي بالقنيطرة. في إطار الشراكة اللي كتجمعنا ما بين مع جمعية المغاربية بهولندا، اليوم كنحتفلوا بذكرى ديال اليوم الوطني للمهاجر اللي هو اللي كيصادف يوم 10 أغسطس 2024. هذا التاريخ اللي كنقرروا سيدنا كيوم وطني للاحتفال بالمهاجرين المغاربة في سنة 2003. واليوم لابد من استحضار واحد المجموعة ديال الإكراهات والأوضاع ديال المواطنين والمواطنات بالمهجر، بالمقابل لواحد المجموعه ديال المكتسبات اللي اكتسبها المواطن والمواطنه اللي كتعيش بالمهجر، على مجموعه ديال منها تعزيز الهويات، تعبئه الشباب، تشجيع الاستثمار، بالاضافه الى واحد التشريعات اللي هي جات على مستوى تسهيل مسطره واحد المجموعه ديال الخدمات على مستوى الادارات والمؤسسات، وبالتالي كيكون كتبقى دائما ديك صله توصل والاتصال الدائم ما بين المواطن والمواطنات المغاربه ببلدهم. معكم حياة الحبشي، رئيسة جمعية المغاربية من هولندا. اليوم حصلنا الشرف باش نحتفلوا باليوم العالمي للمهاجر في منطقة الخميسات ودايت رومي، وكان واحد الحفل متميز لأن كان الحضور من جميع أنحاء العالم، من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا بطبع الحال، وكذلك الشعب المغربي اللي احتفل معنا كامل بهذا النهار، اللي استونس الملك محمد السادس نصره الله، وهذه في موسمه الاول، وكنتمناو ان شاء الله كل سنه غادي نحتفلوا به في نفس المنطقه، والله يطولنا في عمر سيدي. لبنى بويش، لتشكرخ الجمعية ديال المغاربية اللي في هولندا باش اللي كرمتني اليوم، والجمعية ديال قنيطرة، حيتاش أنا كنت خارج أرض الوطن وجيت واستثمرت ودرت مشروع منتجع سياحي هنا في المنطقة ديالنا في جامعة خميس أيت واحي، باش يستفدوا معايا النساء ديال المنطقة، والحمد لله المشروع غادي مزيان. وكنشكر الحكومة المغربية، هي ساعدتنا
والحمد لله وغادين في النجاح الحمد لله. المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.